ارجع تاني لحريتي بقى. شفتي هو الجو كان برد بس الحوار سخنك. الموضوع بقى جامد شويه. ارجع تاني لفكره الام والتربيه وادهم وانا عندي بنتين. أيوة. ماشي. هل يعني تفتكري لو كنت خلفتي بنت كنت هتربيها بشكل مختلف؟ طبعا. ما كنتيش هتطلعيها زيك؟ لا ما اعرفش، ما حدش بيطلع ولاده ابدا. احنا فاكرين كده، ما حدش بيطلع ولاده والله. ربنا لا. ربنا لا معلش. لا ازاي انت بتعلميها تاكل ازاي تقعد ازاي؟ في اساسيات. لا انا بوريها. طيب. انا بوريها اللي انا عايزاها تبقى. وبعدين هما بيتعلموا من المشاهده. أيوة. وشايفينك بتعملي ايه بتسوي ايه. ده اكتر حاجه بتعلم العيال. أيوة. طيب لكن في الاخر هيبقى نفسه. ايوه مظبوط. خلاص ماشي. طيب بس لا بس برضو يعني هي لا انا قصدي مش هخليها تبقى زي تربيتي لابني في انه ايه يعني. انا ابني مثلا من سن معين ما بقاش فيه ريستريكشنز في الخروج والدخول. هو عنده كام سنه قد 21. طب ده خلاص. ماشي ده قرب مواطن. يتجوز. مواطن. مواطن. امك الادم. ربنا يخليها. فاللي انا عايزه اقوله لك انه لا يعني لو بنت لا طبعا في ريستريكشنز تانية زي ما انا اتربيت. انا ما اتربيتش بقيود فظيعه لكن ما اتربيتش بحريه مطلقه كمان. يعني كان في النص ده. طب ساعات بيقولوا او الرجاله معظم الوقت بتقول لك ان البنت اللي بتبقى قويه قوي وحركات وكده ده نوع من انواع الدفاع عشان هي عارفه ان هي ضعيفه. انت موافقه على الفكره دي؟ لا خالص، ده طبع بيبقى. يعني فيش واحده ضعيفه بتبقى قويه طول الوقت. ممكن تبين قوه في بعض الاحيان عشان تدافع عن ضعفها. لكن ما تبقاش طول الوقت عامله كده. يعني اللي طول الوقت بيبقى باين منه بس كده طول الوقت. اكيد هو عامل كده. امتى بتحسي انك انت ضعيفه؟ لما بحب ولما ببقى قاعده مع اللي بحبه. والله يعني ببقى انا بقى. ببقى من غير دروع. إيه بقى ومن غير